الى المسؤول السوداني. تفضل. زين رئيس الوزراء المحترم. رئيس الوزراء المحترم وعلى الراس. زين هو وكل عراقي شريف اخليه على راسي. انا بالنسبه لي من الصدرق مو؟ فمن شفت قناتكم الحلوه الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يستر عليكم ان شاء الله. اخي هاي المعامل قعدوها، الانتاج ماكو، زراعه ماكو، صناعه ماكو. زين هذا العامل العراقي مين يجيب؟ قبل كان يعطون سلفه مال زواج ويعطوه اثاث مال زواج، المرت الشهيد يعطوها 10,000 دينار وبيت. يعني بزمن صدام حسين انتم تقولون عليه طاغي، زين سووه مثله، سووه مثل الطاغي. اخي روح سوي مثل الطاغي. هاي شباب العاطله اشغلها افتح معاملها، صدقني استاذ يفتحون المعامل والزراعه والصناعه. انت لا عندك مي، لا عندك زراعه، لا عندك صناعه، لا عندك انتاج، كل شيء ماكو. تروح تستورد من برا، لو جيبوا لك اياها مال بالا، لو جيبوا لك اياها مال فشي. يا زمن العراقي يشتري مال بالا، يا زمن عراقي يفوت منا حصره عليه الاكل. ماكو شيء، احنا اهل الخيرات. ليش هيك ذا يسوون؟ عمي مو بالاحزاب، العيب بالناس. لان ماكو لا شغل، لا عمل، لا معامل. فتح المعامل 1850 معمل عطلوها قعدوها. يصير هسه انت ايش قد راتبك الله يحفظك؟ تاخذ راتب لو ما تاخذ؟ زين اكو عالم ما عنده تاكل اخي، ما عنده تشتري دواء، ما عنده. يعني اكو عالم تاكل من الزباله، ليش؟ يعني انت العراق ابو الخيرات ياكل من الزباله؟ هو كان يفضل فضلاته للناس تاكلها. عمي هاي العالم كانت تاكل بيها فضلات. العالم تجي من عندنا الجدي، احنا اهل الخير، احنا قمنا نجدي. ليش؟ ليش الجدي؟ ليش العراقي جدي هذا؟ انا مو هسه انا عندي اثنين عطاله بطاله خلصين كليات وقاعدين، لا شغل، لا عمل، لا انتاج، لا خدمه عسكريه، ماكو. تعال شوف الحبوب الكبسله، المخدرات صارت لك بالشارع. هي الحكومه مالتنا؟ هاي الحكومه اللي ناخذ بها الخير؟ خير ان شاء الله حجي، خير ان شاء الله، الله يحفظك. الله يسلمك، الله يحفظك. اشكرك عيني ورحم الله وجهكم. حياك الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام طبعا